قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أنه إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل فستنقطع لأشهر في لبنان، وأفاد بأن تل أبيب مستعدة لأي سيناريو بحيث يجري العمل بالتعاون مع قوات الأمن وجيش الدفاع على ضمان الحماية الكاملة لمنشآت الطاقة الاستراتيجية. وأضاف كوهين أنه تم خلال الأشهر الأخيرة تعزيز مصادر الغاز والمحروقات. بحس انه اذا بتكبر يعني بدهم يكسروا لبنان، هيدا هو الخوف. بتعرفي باي لحظه محضرين باسبوراتنا، نحن محضرين شنطه، محضرين حالنا شوية مونة شوية كذا. عم ضل خايفين اذا سبيشلي اذا عنده واحد بزنس لإله، ضل خايفين عليها وعلى حاله وكل شيء. بس ان شاء الله اذا بحالة توسعت ما حتكون ضربة واحدة. طبعا كله خايفان، واللي بيقول لك مش خايفان بكون عم بكذب على حاله. الشيء الوحيد الذي تقدمه الحكومة القبرصية هو المساعدة الإنسانية للأشخاص هناك الذين يحتاجون إلى المؤن والأدوية وغيرهما. إنها لحظة متوترة للغاية في جميع أنحاء العالم، ومن المهم أن نتوقف وأن يبذل الجميع جهداً من أجل السلام. إننا في عام 2024 ونحن نعيش مع الكثير من المشاكل كالمناخ والمشاكل الاقتصادية. إنه أمر صعب للغاية، لذا من المهم أن يعم السلام العالم. لا تدخل في حرب، لأنه عليك أن تمارس الحب وليس الحرب، وعلينا جميعا أن نبقى ودودين. لأكون صادقا، هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حزب الله بإشراك قبرص في صراعه مع إسرائيل. كل ما في الأمر أننا في الجوار، لذلك خلال الثمانينات قاموا بحل خلافهم هنا، ولا علاقة لقبرص بإسرائيل. لكنني أعتقد أن هناك شيئا يدعو للخوف.